مقابلة بالغة الأهمية في هذه المرحلة. معنا من بنشير أحمد مسعود نجل القيادي أحمد شاه مسعود. سيد أحمد مسعود، إذا تسمعني، كان هناك تهديدات مؤخرا من قبل حركة طالبان لكم بتسليم بنشير خلال 4 ساعات، كيف سيكون الرد على حركة طالبان؟ سأعيد السؤال مرة أخرى، كان لديكم تهديدات أحمد مسعود من قبل حركة طالبان بأن تسلموا بنشير خلال 4 ساعات، ما هو ردكم؟ سأعيد السؤال مرة أخرى، كان هناك تهديدات واضحة من قبل حركة طالبان لكم بتسليم ولاية بنشير خلال 4 ساعات، ما هو ردكم في بنشير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للإجابة على سؤالك، للأسف وعلى الرغم من أننا نتواصل في الوقت الراهن مع طالبان، فإن أفغانستان بحاجة إلى السلام والمصالحة، وللأسف فإن حركة طالبان تدفع باتجاه الحرب، لكن هذا المسعى سيكون مآله الفشل. أفهم من كلامك بأنكم ترفضون تسليم بنشير لحركة طالبان؟ طالما أنني لا أزال على قيد الحياة وطالما بقيت أسير على قدمي، فإن وادي البنشير لن يسلم على الإطلاق إلى حركة طالبان، ونحن لا يمكن لنا أن نستسلم. نحن نريد أن نعمل ونريد أن نتصالح ونخدم بلادنا، ولكن إذا حاولوا أن يسيطروا على وادي بنشير بالقوة فنحن مستعدون لذلك، ونحن أكدنا أنه طالما أن هناك مسعى من طالبان للسيطرة بالقوة فإن ذلك لن يكون له أي نتائج على الإطلاق. طيب، ولكن ما استعداداتكم لمواجهة طالبان؟ تعلم سيد أحمد مسعود بأن طالبان سيطرت على جميع الولايات ما عدا بنشير بما في ذلك العاصمة كابول. نعم، نحن ندرك ذلك، ندرك أن طالبان لديها تفوق عسكري، ولكن دعنا لا ننسى أن كان هناك وضع أسوأ بكثير قبل 10 سنوات، وكان هناك وضع أسوأ أثناء الاحتلال السوفيتي أيضا، ونحن تصدينا لذلك. نحن نؤمن بأن يد الله فوق أيديهم، ونحن لم نهاجم أحد، أنا لم أستهدف أي أرض على الإطلاق، أنا موجود فقط في وطني، أدافع عن أهلي في وادي بنشير. فإذا حاولت جماعة أن تفرض فكرها وعقيدتها على بقية المسلمين وتتسبب بحرب، على الرغم من أن علماء بما في ذلك علماء في السعودية يؤكدون بأن حرب على المسلمين هي حرب غير شرعية، فإذا سعت حركة طالبان لذلك فإن هذا سيكون منافيا للشريعة والإسلام، ونحن سنواصل الدفاع عن أراضينا. ماذا عن الوساطة الروسية التي قيل بأنها ستفتح إلى مفاوضات سياسية وتقود إلى حكومة مشتركة تشاركون بها أنتم أيضا إلى جانب حركة طالبان؟ Well,
أنا ليس لدي أي مشكلة في تواجد حركة طالبان في الحكومة، وليس لدي مشكلة بأي حكومة شاملة على الإطلاق. أنا لا أسعى لمنصب شخصي، وإنما أنا أكافح من أجل سيادة أفغانستان وكذلك من أجل قيم أفغانستان. هناك الكثيرون في أفغانستان من الهزارة ومن قندهار وهلمند وقندوز موجودون هم هنا في وادي بنشير. نحن آخر خطوط الدفاع عن أفغانستان. فبالتالي المسألة ليست مسألة أحمد مسعود، وإنما هذا نداء أفغانستان برمتها. فنحن نريد أن ننهي هذه الحرب، نريد أن نتحاور، وهناك الكثيرون الذين يحاولون أن يتوسطوا ويدفعوا باتجاه الحوار، لكن حركة طالبان لم تستمع لذلك. حتى لو استولى الطالبان على وادي بنشير وقتلتني، فهم بالتأكيد سيكون هناك الوضع أسوأ بكثير، وهذا سوف يؤدي إلى إراقة الكثير من الدماء. نحن مستعدون للشهادة، مستعدون للدفاع عن بلدنا، ونحن متأكدون بأن رسالتنا حتى وإن كانت عبر إراقة الدماء سوف تنتشر في أفغانستان وفي العالم، وإن آجلا أو عاجلا فإن طالبان لن تدوم طويلا إذا استمرت في هذا الطريق. طيب، هل صحيح بأن أمر الله صالح نائب الرئيس أشرف غني الذي أصبح الآن دستوريا هو رئيس أفغانستان موجود تحت حمايتكم في بنشير؟ ماذا عن القوات الأمنية والعسكرية التي فرت إلى الولاية؟ وهل هناك معلومات عن عددها ومعداتها العسكرية التي قد تمكنكم من مقاومة حركة طالبان؟ صحيح أن السيد أمر صالح ومسؤولون آخرون موجودون هنا، ونحن في وادي بنشير نؤمن كلنا بأن الحل يكمن في السلام وفي المفاوضات. لا أحد في وادي بنشير يعارض هذا التوجه. طيب، هل يمكن الحديث بشكل أكثر تفصيل عن عدد هذه القوات التي يمكن من خلالها الدفاع عن بنشير؟ لدينا بعض القوات الحكومية التي قدمت إلى وادي بنشير، ولكن هناك الآلاف من أهالي ولاية بنشير مستعدون للدفاع عن بيوتهم وعن وادي بنشير، وإلى جانبه هناك المئات من القوات الأخرى التي قدمت من مناطق أخرى مثل تخار وكندوز وكابول وغيرها، وهناك الكثير من العرقيات بين هذه القوات. فلدينا القوات النظامية والقوات غير النظامية أيضا، كل هذه القوات متواجدة في وادي بنشير. طيب، هل ستكتفون فقط بالدفاع عن وادي بنشير، أم أن تلك القوات ستخولكم إذا كانت المواجهة عسكرية مع حركة طالبان للسيطرة على ولايات أخرى؟ هذا يتوقف على حركة طالبان. فلو أوقفت حركة طالبان هجومها على وادي بنشير وأعطت المفاوضات والحوار فرصة، فنجد سبيل أفضل من أجل مستقبل أكثر إشراقا لأفغانستان. ولكن لو فضلت طالبان القوة ضد بنشير، فنحن سوف نتصدى لهم ونوسع طبعا رقعة سيطرتنا. تحت أي لواء سيقاتل أحمد مسعود؟ تحت لواء جمهورية أفغانستان الإسلامية، أم لديه رغبة في أن يكون الرئيس المقبل لأفغانستان؟ أنا
ما أنا إلا رجل يسعى للقيام بشيء صحيح. أنا لست رئيسا ولا ضابطا عسكريا، وإنما أنا مواطن أفغان أريد أن أدافع عن سيادة بلادي وقيامها ومعتقداتها، وأريد أن أقوم بشيء صحيح، وبوسعي أن أغادر بلادي وأذهب إلى بلد آخر. كان يمكن أن أكون في دبي أو في المناطق التي تسيطر عليها طالبا، ولكن كل هذه الخيارات هي الخيارات الخاطئة، ولكن الخيار صحيح والدفاع عما تريد أفغانستان. نحن في أفغانستان نريد أن تدرك طالبا بأن أفغانستان بحاجة إلى حكومة شاملة ونظام شامل، وأفغانستان بحاجة للتسامح والمساءلة والسلام وكل هذه الأمور، وحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة وغير ذلك. فإذا لم تتفهم طالبان ذلك وتريد أن تفرض نظامها في كابول، فمن مسؤولياتي وواجبي أن أدافع على قيمي. هذا ما أقوم به. بالنسبة للشعار الذي أكافح تحته، فهو شعار حماية أفغانستان. طيب، برأيك كقائد عسكري محنك يعود إلى تاريخ من المقاومة في أكثر من جبهة، لماذا سقطت كابول في يد طالبان بهذه السرعة برأيك؟ هذا أمر لا أستطيع أن أجيب عليه، وأعتقد أن حكومة أشرف غاني هي المسؤولة عن الإجابة على ذلك. فهل كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة أو سوء الإدارة أو خيانة أو الفساد أو أي أسباب أخرى؟ لا أدري ما هو السبب، وربما كل هذه الأسباب مجتمعة، ولكن لست بموقف يسمح لي بأن أجيب، لأنني لم أكن أتبوأ أي مسؤولية عندما سقطت كابول. طيب، هناك نقطة مهمة جدا، ماذا عن الولايات المتحدة؟ وهل ترى بأن الانسحاب العسكري السريع ساهم بشكل أو بآخر في سقوط كابول؟ بالنسبة للأمريكيين فهم يستطيعون الانسحاب من أفغانستان في أي وقت، وهو أمر أحترمه، ولكن ربما هناك مسألة تتعلق بالأمريكيين والمجتمع الدولي، والأمر يتعلق بالمفاوضات التي سبقت الانسحاب العسكري في أفغانستان. للأسف تم التوصل إلى اتفاق مع الطالبان، وهذا منح الحركة قوة أو دفعا ورفع معنوياتهم، وهذا أدى إلى زعزعة ميزان القوة بشكل كامل. واتفاق السلام هذا هو برأينا كان خيانة، ومن قام بذلك هو سيد خليل زاد، وهو من يتحمل المسؤولية وكذلك مسؤولية الوضع الذي آلت إليه أفغانستان الآن. الشعب الأفغاني وكذلك المجتمع الدولي بحاجة إلى إجابات سيد أحمد مسعود، بالإضافة إلى مقاتليكم في بنشير وما تبقى من قوات حكومية. من الذي يقدم لكم الدعم للصمود في وجه حركة طالبان؟ بالنسبة للمجتمع الدولي أو القوى الإقليمية أو العالمية، فهي لديها أو تتبنى استراتيجية الانتظار، وهذا ما يسود أفغانستان. الجميع ينتظر ليرى ما سيحدث، وهنا تكمن المشكلة. أما بالنسبة للشعب الأفغاني فنحن لدينا المساعدة من الله ومن الشعب الأفغاني بشكل خاص. طيب، اسمح لي أيضا بسؤال مهم، إذا تعرقلت جهود السلام والحوار مع حركة طالبان، هل هي الحرب إذا؟ بالتأكيد، إذا انهارت محادثات السلام مع طالبان وإذا رفضت الحركة مواصلة المفاوضات من أجل السلام، فلا مفر من الحرب.
طيب ذكرت بأنكم لا تتلقون أي دعم خارجي وأنكم تعتمدون بشكل كبير على الشعب الأفغاني، ولكن الأمور لابد من دعم سياسي على الأقل. هل لديكم أي بالإضافة إلى الروس طبعا، هل لديكم أي تواصل مع دول إقليمية أو دولية مؤثرة من أجل التوصل إلى حل في أفغانستان؟ أنا أستطيع أن أشجع هذه الدول وأدعوها للتدخل في أفغانستان، لأن البلاد على شفا كارثة إنسانية، وأفغانستان تكون ملاذ آمن للإرهابيين. ونعلم الجماعات الإرهابية التي احتفلت بفوز طالبان، وهذه الجماعات سوف تتعلم من حركة طالبان للبحث عن النصر. فإذا كانت هذه الدول مهتمة وبغض النظر عن الدافع، سواء كان مكافحة الهجرة وغير ذلك أو التهديد الإرهابي أو ما تريد طالبان تنفيذه في أفغانستان، فهذه البلدان عليها أن تتحرك الآن، هذا هو المطلوب. فأحيانا عندما تصل إلى قناعة قد يكون الوقت قد تأخر كثيرا. طيب والدكم القيادي الكبير أحمد شاه مسعود كان يحظى بعلاقات متميزة في الداخل الأفغاني وأيضا على المستوى الدولي، ونذكر مثلا علاقات إيجابية مع فرنسا. هل ما زلتم تحافظون على هذه العلاقات، وكيف ستستفيدون منها في سبيل إعادة الاستقرار إلى أفغانستان وحماية بنشير؟ نعم، نحن نريد علاقات جيدة مع الجميع، وهذا لا يعني بالضرورة أن نسعى للبحث أولا على الدعم الخارجي. أريد من هذه البلدان أن تدعم الشعب الأفغاني، ونحن نثمن ذلك. نحتاج للمزيد من الضغط السياسي والدعم أيضا من جانب هذه الدولة، كذلك المساعدات الإنسانية، حتى تدرك حركة طالبان بأن النهج الذي تريد فرضه وليس سبيل الصحيح على الحركة أن تسعى من أجل حكومة شاملة، وهذا ما نعمل في أن يتحقق. طيب هناك نقطة مهمة جدا، أنتم في بنشير كيف تتابعون المشهد على حدود الولاية؟ برأيكم هل تستعد طالبان للحرب أم للسلام؟ هل توجد حشود عسكرية؟ هل توجد تحركات لمحاصرتكم في بنشير أم ماذا؟ هناك بعض المناورات العسكرية التي جرت على حدود ولاية بنشير، ولكن هذه المناورات العسكرية لن تقلقنا. حركة طالبان تريد أن تجلب الانتباه لها، ولكن أود أن أؤكد مرة أخرى، نحن مستعدون مباحثات من أجل حل، ولكن أخي العزيز نحن أيضا جاهزون للتضحية بأرواحنا وللشهادة من أجل معتقداتنا وقيمنا. إذن نحن لن نستسلم على الإطلاق. يجب على حركة طالبان أن تنسى هذا الأمر. لو حاولت طالبان مهاجمة عسكرية فالأمر سيكون مسألة وقت، ونحن سوف ندافع بدمائنا، وشهادتنا سوف تنتشر في العالم، وهذه ستكون مشكلة عويصة بالنسبة لحركة طالبان وستؤدي إلى سقوط حكومتها. فحتى لو دفعوا باتجاه شهادتنا، فأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى عندما يقوم الإنسان بشيء صحيح فهو سوف يساعده. حركة طالبان لديها الخيار، إما أن تتحاور وتدرك أن أفغانستان قد تغيرت، وعليها أن تتحلى بالتسامح وتثبت بأنها تغيرت، أو أنها تنحى منحى آخر وهو منحى الحرب. طيب أنت تقول بأن أفغانستان تغيرت، ولكن هل تغيرت حركة طالبان خاصة فيما يتعلق
بمشاركة الحكم في أفغانستان في حقوق الإنسان، في حقوق المرأة، في حقوق الأفغانيات في التعليم وفي العمل، من خلال ما تشابه أو تشاهد وتسمع من أنباء قادمة من كابول. الواقع أن حركة طالبان تقول شيئا وتثبت شيئا آخر. فأعتقد أنه كلما أنهت حركة طالبان عملية الإجلاء سوف نرى الوجه الحقيقي لحركة طالبان، هذا هو تقديري. وسوف سنرى هناك صمت في أفغانستان بشأن ما يحدث، وخاصة فيما يتعلق بكابول. سمعنا بأن هناك تنبيه للمواطنين بأن يتريثوا حتى يغادر الأمريكيون. فبالتالي هناك فرق بين أقوال طالبان وأفعالي، وأمل أن يتوقفوا عن ذلك. ويجب برأيي أن تقرن حركة طالبان أقوالها بأفعالها. شاهد العالم صدمة ما جرى في مطار كابول عندما تعلق الأفغان بالطائرات الأمريكية هربا من حركة طالبان. أنت كأفغاني كيف تابعت الموقف؟ ما مشاعركم في بنشير؟ أنا شعرت بالصدمة وبالعار وبالخيانة. كل هذه المشاعر انتابتني في الوقت ذاته، كما أن هذا الأمر منح لي الكثير من العزم والتصميم بأن ما أقوم به هو الشيء الصحيح، لأنني أريد أن أعطي الأمل وأن نبحث عن نهاية لهذه المأساة. أنا سعيد أنني لست من أولئك الذين يفرون من أفغانستان بهذه الطريقة. وأعتقد أن هذا هو السؤال الأخير. أشكرك شكرا جزيلا أخي العزيز. علي الانسحاب، ينتظرني الكثير من العمل. سعدت بأن أتحدث إليكم. آمل أن أتحدث مرة أخرى في وقت قريب، وإلا أدرك أن العالم الإسلامي عليه أن يستيقظ ويعتني بأمر. نحتاج لأن نكون يقظين، لأن العالم يتغير بسرعة كبيرة، ولكن العالم الإسلامي متأخر تكنولوجيا وفي مجال العلوم وفي الكثير من المجالات. آمل أن نلحق بالرقم. شكرا. أدري بأنك مشغول، لكن اسمح لي بسؤال أخير فقط إذا كنت تسمعني مع الترجمة. أحمد شاه مسعود ضحى من أجل مبادئه وأهدافه، هل أنت مستعد لتقديم نفس التضحية إذا تسمعني؟ سوف أضحي بنفسي من أجل بلادي والقيم التي آمن بها والدي والتي أؤمن بها أيضا، وهي مبادئ وقيم تستحق التضحية. فأنا لا أقاتل أو أعمل من أجل وادي البنشير، وإنما من أجل أفغانستان من هلمند إلى بدخشان. اسمح لي أن يجب أن أنسحب الآن. شكرا أحمد مسعود، نجل القيادي الأفغاني البارز أحمد شاه مسعود من بنشير. وكانت هذه المقابلة غير معد لها، استطعنا الوصول إليه خلال نشرة الرابعة.